لا يا سمر، شو هي فقرتنا؟ كثير مهمة. عندك صيدلية منزلية بالبيت؟ أكيد كل بيت في صيدليات. صيدلية. خلينا نحكي اليوم عن الصيدلية المنزلية وأهميتها، موجودة هي بكل بيت سوري. خلينا نحكي عن كثير تفاصيل بتهم كثير من الأشخاص اليوم، وهي الصيدلية المنزلية التي تعتبر من الأشياء الأساسية في المنزل نظرا لدورها في الإسعافات الأولية والسريعة. لنحكي عنها وما هي الأدوية التي يجب أن تحويها وكيفية حفظ الأدوية في المنزل. هدول التفاصيل وأكثر رح نناقشهم مع الدكتورة ابتكار شلالو الصيدلانية. كمان يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك. يعني اليوم قديه مهم تكون الصيدلية المنزلية، هي صيدلية فعالة وليست يعني صيدلية بنحط فيها كل شيء وبدون استشارات، وقديه مهم اليوم فعلا انه الأدوية القديمة دائما نتخلص منها. تماما. هلا بشكل عام الصيدلية المنزلية تعتبر من المنسيات بالنسبة للأشخاص. أكثر الحالات وأكثر المنازل بتكون هي عبارة عن تراكم أدوية استخدمت وظلت عنا بالبيت، تركناها ممكن صار بدها اتلاف وما صار في انتباه لهي الناحيه. صح. اما كتجديد لصيدليه منزليه فما في انتباه لهي الناحيه. تمام. خلينا نحكي عن الشروط التي يجب ان تحفظ فيها الادويه، يعني مثل ما حكيتي انه ممكن مثلا حتى الدواء يمو من كرتونته يتركوا بس الحب مثل ما هو، بتلاقي عندك 1000 صفحة بالصيدلية ما بتعرفي إذا خالصة مدته أو لا. خلينا نحكي عن الشروط الأساسية لكل سيدة أنه لازم تهتم فيها برأيك. هلا اول شيء نحن لازم نحدد المكان الاساسي لوضع الصيدليه المنزليه. هلا بشكل عام اكثر الاشخاص بحطوا الادويه ضمن البراد. اي اوكي، انا الادويه بتنحط ضمن البراد، بس في عندنا الادويه مو كلها بتنحفظ ضمن درجه حراره معينه. درجه حراره البراد اقل من 25، فبعض الادويه انه لا 25 لازم تكون، فانا ضمن جو الغرفه يعتبر مناسب. بس اهم شيء ان تكون الصيدليه المنزليه بعيده عن الرطوبه وبعيده عن الحراره عن اشعه الشمس. هلا الناحيه اللي كثير بنركز عليها بانه الصيدليه المنزلية لازم تكون بعيدة عن تناول الأطفال. كثير من الحالات سواء الوفيات أو حالات تشوهات عند الأطفال كانت نتيجة استخدام الأدوية بشكل عشوائي من الصيدلية المنزلية مباشرة، إنه الصيدلية عم تكون بتناول أيدي الأطفال. نعم. فعم يصير في خطأ بالاستخدام من قبل الطفل نفسه. هلا هي ناحية أساسية لازم نأكد عليها. هلا الناحية الثانية اللي ذكرتيها حضرتك بإنه الظروف العلب الأدوية ما لازم نشيلها من العلبة الخاصة فيها. كثير من الأخطاء اللي بتصير ومن حالات ممكن إنه تؤدي للوفاة بإنه بناخذ حبة دواء من ظرف مفكرين إنه هذا من عبوة، مفكرين إنه هي العبوة هي بتخص هذا الظرف. الغلط اللي عم بصير ممكن نجمع كذا ظرف بعلبة واحدة، فهذا كثير شيء غلط. ممكن سبب لنا سواء خطأ بالاستخدام أو حتى ممكن إنه تكون سبب بالوفاة. هلا الناحية اللي كثير ضرورية حابة إنه أحكي عنها بإنه أي عبوة دواء موجودة عندنا بالبيت نحن لازم ننتبه على التاريخ لإلها. بالنسبة للشرابات نحن نسجل بداية استخدام الشراب. أنا فتحت العبوة، في عندنا شيء اسمه صلاحية الدواء بعد الفتح، وخاصة هالشيء بالنسبة للشرابات. فأنا فتحت عبوة الشراب، سجل التاريخ اللي فتحت فيه العبوة عشان أعرف إنه أنا قديه ضلت عندي هاي العبوة، ممكن ما أنا صالحة للاستخدام بعد فترة معينة من تاريخ الفتح ولازم اتخلص منها. هلا الناحيه الاساسيه الاستخدام، اي عبوه دواء لازم يكون مسجل عليها انه استخدامها بشكل كامل. بطريقه انه انا ما انه اخذها بشكل عشوائي انه ايمتى ما اجى على بالي انه صار في عندي وجع راس او هيك اخذتها، لا انا في عندي حالات معينه بتاخذ فيها الدواء. هلا من الامور الاساسيه طريقه ترتيب الصيدليه المنزليه. هلا فينا نقول الصيدليه المنزليه هي مصغره عن الصيدليه الاساسيه. الفرق انه الادويه الموجوده فيها طريقه انتقاء هي الادويه هي تعتبر الفرق بالنسبه لهي الناحيه. نعم. طب خلينا نحكي اليوم، عم تحكي عن موقع الصيدليه المنزليه لازم يكون بعيد عن الرطوبه واشعه الشمس. اغلب الصيدليات المنزليه عم بتكون بالحمامات عند الشعب السوري، اضافه لانه ما فيها ترتيب لاهم الاولويات والاسعافات الاوليه. يعني شو لازم يكون موجود بالصيدليه ووين لازم تكون موجوده؟ تمام. هلا اول شيء من ناحيه انه بالحمام بالفعل هي منطقه كثير فيها رطوبه، تماما مناسبه للرطوبه، فانه ممكن تسبب لنا سواء تلف للادويه او حتى انه الاستخدام رح يكون انه ممكن تنتسى الادويه ضمن هالمنطقه. بالمطبخ نفس الوضع، ممكن تكون مناسب للرطوبه بشكل كثير كبير. تمام. فنحاول نحطها بزاويه انه بعيده عن المطبخ او عن الحمام. هلا الناحيه الثانيه من ناحيه انه الادويه الاسعافيه لازم تكون موجوده. هلا انا الصيدليه المنزليه بالنسبه لي ما رح تكون حاويه على الادويه اللي لحالات تعتبر خطيره او شيء. انا اكثر شيء حالات اسعافيه اساسيه ضمن المنزل، يعني بشكل اساسي الكحول او المعقم لازم يكون موجود.
موجود، الضمادات لازم تكون موجودة، البلاستر لازم يكون موجود، البلاستر بأنواعه سواء البلاستر العادي أو البلاستر القطع. هلا هي أكثر شيء ممكن نستخدمها حالة مثلا حالة إسعافية صارت عندنا بالليل. هلا النقطة من وجود هاي الأمور الإسعافية إنه نحن ممكن نخفف أذية للجسم نتيجة وجود هاي الأدوية الإسعافية، بنخفف أي حالة مرضية نتيجة الإسعاف المبدئي ضمن المنزل وأكيد ضمن انتقاء معين. هلا الناحية اللي حابة كمان إنه نأكد عليها الأدوية، نوعية الأدوية اللي موجودة. أنا موجود عندي أطفال بالمنزل، فمن الضروري كتير إنه يكون في عندي خافضات حرارة ضمن المنزل. التحاميل كخافضات حرارة كتير ضروري تكون موجودة. فينا نقول التحاميل كشكل صيدلاني هي موازية للإبر كتوافر حيوي ضمن الجسم، فبتعطي تأثير سريع مثل مبدأ الإبر. فأنا عندي حالة إسعافية ارتفاع حرارة بالنسبة للطفل بالليل، التحاميل هي الكفيلة بهاي الناحية. كتير ضروري نأكد الحالة الخاصة لكل عائلة. في عائلات أمراض قلبية، كأدوية معينة تعتبر إسعافية بالنسبة لهم ضروري تكون ضمن المنزل. بالنسبة لحالات ربو، بخاخات الربو، فضروري تكون موجودة ضمن المنزل كحالة إسعافية بالنسبة لهي الحالة الخاصة. منأكد على أمور معينة أنه أنا عندي أدوية ممكن تأثر على حالات مرضية، فأنا كمان لازم تكون كتير أكيدة على هاي الناحية. عندي مريض ربو بالمنزل وعندي عبوة ديكلوفيناك ضمن صيدلية المنزلية، فأنا ما بأي حالة مباشرة بأسرع بعطي أنه المريض ديكلوفيناك يكون قضيت على المريض، فأنا لازم أكون كاتبة أقل ما فيها التحذير على العبوة أنه لا يعطى لمريض الربو كتحذير بالنسبة لمريض الربو الموجود عندي بالمنزل. دائما ترتيب الصيدلية المنزلية لازم يكون بطريقة التواريخ القديمة بشكل انه سهلة الاستخدام، اما التواريخ الابعاد نخليها لورا، نفس مبدا ترتيب الصيدليات العادية بس هون كميات اقل. نعم تمام. خلينا نحكي كمان على شيء كثير مهم وكثير ضروري انا برايي. في عنا ادوية هي لازم استخدام مثلا يعني لوقت معين، مثلا مثل قطرة العين، قطرة الاذن، مثلا ما لازم مثلا حتى اكثر من شخص يستخدمها. وفي عنا كمان دواء الالتهاب، اذا فتحتي مثلا العلبة وعطيتي ابنك الصغير خلص يعني لحد ما يخلص لازم خلص او ينكب، يعني اذا ما خلص معك دواء الالتهاب انه ما يرجع يستخدم مرة ثانية. خلينا نحكي عن اهمية هذا الموضوع، انه في عنا ادوية نسلط الضوء عليها لازم انه هي استخدام مرة واحدة ولمريض واحد. شو هن؟ تمام. هلا هون رجعنا على الفقره اللي حكيناها من شوي انه تاريخ او صلاحيه العبوه بعد الفتح. انا اي عبوه عندي اياها بالبيت لازم اكتب عليها تاريخ الفتح، امتى بلشت استخدام هاي العبوه، خاصه بالنسبه للشرابات. كثير من الحالات بتجينا بالصيدليه بانه جايبت لي علبه الدواء بتقلي انا موجود عندي هذا الدواء، انه في داعي اخذه من الوصفه؟ طيب اوكي، امتى صار لك فاتحتي؟ اكثر من شهرين، 3 شهور، العبوة عم تنفتح، مبين من برا انه في شكلها انه مفتوحة من تماما، وعدا انه مفتوحة ممكن انه كثرة الاستخدام تكون معرضة للتلوث الجرثومي بشكل اكبر. فهون كثير بنأكد انه يكون في جرد للادوية الموجودة عندنا بالمنزل. هلا ناحية الادوية لاستخدام جرعة وحيدة او استخدام لشخص واحد، فهون كثير بنأكد انه ننتبه على صلاحية الأدوية بعد الاستخدام وبعد الفتح، والتأكيد أنه الشخص ممكن ينقل العدوى لشخص ثاني. الأطرات العينية دائما هي لشخص واحد، أنا فتحت عبوة قطرة عينية هي حصرا لهذا الشخص لازم تستخدم. بتروحي على الصالونات بتحطي ميك اب بيحطوا لك قطرة العين، هي نفسها أكيد محطوطة لأكثر من حدا. خلينا نحكي كمان على هي القصة قد ايه مهمة ننتبه عليها. تمام. هلا هي من الأمور اللي لازم كمان ننتبه عليها. هلا بتصير ضمن العيادات إنه القطرة مستخدمة كموسعات حدقة لكذا مريض، بس هون في عندنا احتياطات معينة، في تدابير معينة عم تستخدم بطريقة وضع القطرة العينية. أما بالنسبة للمريض عندنا ضمن المنزل أنا عم حط القطرة ممكن دقرت بعيني سببت تلوث. النقطة الثانية، عبوة القطرة العينية أكثر القطرات العينية بعد 15 يوم من الفتح هي للتلف. بالنسبة للشرابات شهرين أنا خلص لازم ما أستخدمهم. الكريمات والمراهم مجرد أنا فتحتها بعد فترة شي شهر شهرين، بالنسبة للمراهم تأخذ وقت أطول، الكريمات فترة شهرين أنا لازم أتخلص منهم. المرهم العيني، المرهم العيني على تماس مباشر مع عين المريض، فهي حصرا انا خلصت استخدام منه يا اما للتلف يا اما بخليه وبذكر اسم الشخص اللي استخدمه، مشان نفس الشخص ممكن يرجع يستخدمه بعد فتره مو اكثر من فتره شهر، بعد شهر انا عندي اتلاف. كل فتره لازم يكون في عندي جرد للصيدليه المنزليه، مو مجرد انه انا جمعت ادويه. عندي كثير احيانا بنلاقي انه في اشخاص بيجيبوا لك دواء انه دكتوره هذا فيني استخدمه، طيب تاريخه خالص، عدا انه مفتوح بس تاريخه خالص ككبسولات او مضغوطات، فانا لازم اعمل جرد لصيدليه المنزل بشكل دائم.
النصائح اللي بتحبي تقدميها لكل حدا عنده صيدلية منزلية، أو الأخطاء الشائعة اللي كنت تشوفيها حابة هيك توعي الناس عنها؟ بنرجع من نفس النطاق اللي عم نحكي عنه، نبعد الصيدليه المنزليه عن الاطفال. كثير بتجينا من الحالات انه اطفال اخذوا حبه بالغلط، ممكن سببت مشاكل، لان فينا نقول من اكثر المشاكل ممكن صارت حاله نقص اكسجين. نقص الاكسجين هي كثير سببت مشاكل بالنسبه لهذا الطفل. نقطه اثنين، مكان الصيدليه المنزليه انه تاكدوا المكان يكون مناسب بعيد عن تناول الاطفال، تعملوا جرد للصيدليه وما تخلطوا الظروف مع بعضها، هي بشكل اساسي اهم النقاط. خلينا نحكي عن المكان المناسب كمان، مثل ما حكت زينب عم نشوفه بالحمام، وكمان عم نشوفها بيحطوا صيدلية كمان عند الغاز، بتلاقي يعني موجودة كمان. قديش هذا الشيء؟ وهل هذا الشيء انه المكان الخاطئ بسبب بإتلاف الأدوية ولا لا؟ تماما. هلا اكيد انه قلنا المكان المناسب للصيدلية. برأيك انت البراد؟ البراد قلت لك انه درجه الحراره 25 لازم تكون مناسبه، فهي جو الغرفه، جو الغرفه 25 بس. قلنا اهم شيء تكون بعيده عن الشباك كاشعه شمس او عن الحراره مثل الغاز. هلا بالنسبه لبعض الادويه لازم تكون محفوظه بالبراد، وهذا الشيء الصيدلي بذكر لنا اياه انه حطيها العبوه ضمن البراد. اما غير هيك لا، انا ضمن حراره الغرفه تعتبر مناسبه لنا، مثل ما قلنا نبعد عن الرطوبه، نبعد عن مصدر الحراره وعن اشعه الشمس. أكيد. في نقطه كثير حابه كمان اذكرها، يلي هي انه بعض عبوات الادويه بتكون فيها قطنه، فهي القطنه انا منشان ما تتكسر الحبات او المضغوطات، انا مجرد شلت هي القطنه او فتحت العبوه لازم اتخلص من هي القطنه. القطنه بتعتبر مصدر ماس للرطوبه، فممكن تعمل لي تلف للحبات الموجوده ضمن العبوه، فلازم اتخلص منها مجرد بلشت الاستخدام. نقطه اثنين كمان، في بعض العبوات بتكون زجاجيه لكن لون غامق، فهون هي كثير حساسه للرطوبه، ممكن تتفكك الماده الفعاله نتيجه سواء اشعه الشمس او حتى الضوء، فبهيك حاله انا لازم خليها ضمن العبوه الاساسيه لها، عبوه الكرتون بالاضافه للعبوه الزجاجيه. نعم، يعني معلومات كثير ونصائح كثير بما يخص الصيدليه المنزليه قلتي لنا اياها، نحن بنتشكرك على كل هالمعلومات، وان شاء الله كمان المشاهدين يكونوا استفادوا ان شاء الله. اكيد شجعتينا كنا نروح على البيت على الصيدلية المنزليه ونرتب الادويه ونكب الادويه اللي لها اكثر من شهرين. شكرا لك، شكرا لنصائحك القيمه، واكيد بنشوفك بحلقات قادمه. ان شاء الله، يعطيكم العافيه.